المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل بغلاف مالي يبلغ 490 مليون درهم. برنامج الدعم هذا يواكب المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي بهدف دعم الجامعات المغربية في تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دولياً. نتعاونوا جميع باش نحققوا هذه البرامج الكبيره كلها اللي داخله في الحركيه، ولكن يعني هي اكبر من الحركيه مع بالنسبه لاوروبا اللي ساندوا ومولوا هذا البرنامج ديال لو باكت اسخي اللي فيه الحركيه ديال الطلبه ديال الماستر وديال الليسانس، ولكن فيها ايضا هذه الحركيه ديال الطلبه الدكاتره من الجيل الجديد. الحدث عرف ايضا استقبال الطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على منح دراسية في برنامج إيراسموس مونديوس للماستر المشترك الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه. الطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على منح دراسية في إطار هذا البرنامج عددهم 27 طالبا مغربيا، من بينهم 20 امرأة يحظون بتأهيل عال وسيستفيدون من منحة دراسية لمدة سنتين لمتابعة دراستهم بسلك الماستر في عدة جامعات أوروبية. يعتبر المغرب ثاني دولة شريكة في برنامج إيراسموس مونديوس للماستر المشترك في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مع أزيد من 100 طالب مغربي يتوزعون على 90 دورة ماستر ممن استفادوا من المنحة في 30 دولة أوروبية.